مشاهدينا أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في حوار جديد وحلقة جديدة من ساعة زمن. ضيفنا اليوم ضيف متميز، فقد كان محافظا لأهم وأكبر محافظة يمنية في أوج الغضب الثوري، حقق معادلة صعبة في زمن صعب، فهو أحد رجال الرئيس صالح ومثقف قريب من أقطاب المعارضة. إنه سعادة السفير حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات سابقا ومحافظ محافظة تعز. مرحبا بك أستاذ حمود. شكرا جزيلا. طيب لنبدأ من ما قبل الأحداث أو غضب الغضب الثوري. في 2010 مايو ألقيت كلمة بحضور الرئيس صالح وأرسلت عدة رسائل عن الحوار وعن ترويض السباع. هل وصلت رسائلك؟ وماذا قصدت حينها بترويض السباع؟ أولا الحقيقة بأن الأجواء التي كانت سائدة في العام 2010 كانت في ظل بيئة مناسبة للحوار، وكان على كل الذين على كل المقربين من المركز القرار السياسي كان عليهم أن يخطوا خطوات جادة نحو التقريب بين وجهات النظر، وأن هذه الخطوات وأن ينجزوا إنجازات حقيقية على صعيد الحوار، خاصة وأن الأبواب كانت مفتوحة من كل الاتجاهات، بل كان الحوار في ذلك الوقت هو الخيار الوحيد، لم تكن هناك بدائل أخرى في ذلك الوقت. وبالتالي في خطابي ركزت على الحوار عندما قلت للرئيس أن ما قلته أنت ماذا كنت أقصد في ترويض السباع، كنت أقصد بهذه العبارة أنه حتى وأن كان هناك تحديات أو كان هناك صعوبات أو كان الطرف الذي تحاوره يتعنت في بعض الأوقات، فإن عليك ترويض هذه الأطراف. هل استمع إليك؟ وصلت رسالتك يا أستاذ حمود؟ بغض النظر عن استمع رسالتي أم لا، هو أولا أنا أديت واجبي في ذلك الوقت، بل ذهبت إلى أني قلت للرئيس أنك ملزم بذلك شرعا بالحوار، وأتيت بالآية الكريمة. ما الذي قصدت به ملزم شرعا؟ قصدت أني كنت أسمع بعض المجاهدين الذين كانوا يخونون المعارضة، فمثلا أنه كان عندما يكون الرئيس حاضرا في مثل الفعالية التي كنت فيها كان كل الذي يقولون له يحاولون التقرب منه أن يضرب هؤلاء خونة. أنا ابتعدت عن ذلك الخطاب وقلت له أنت الذي اخترت المسار الديمقراطي وأنت الذي فتحت الحوار، وبالتالي عليك أن تكمل حتى وإن كان صعبا. هل كان هذا المصلحة لليمن أم لقربك من المعارضة؟ حتى هناك الكثير من الاتهامات التي وجهت لك بأنك لم تكن وفيا للمؤتمر الشعبي العام. أنا قريب من المنطق ومن اليمن، ولست قريبا من المعارضة أو حتى من المؤتمر الشعبي العام. أنا موظف في الحكومة في مركز معين بموجب الدستور. لست عضوا في المؤتمر الشعبي العام. أنا موظف في إطار حكومة الجمهورية اليمنية بموجب الدستور والقانون، وليس مواجب وليس موجب لائحة عام. يعني هذا غير مألوف في إدارة الرئيس صالح، إنه شخص يكون وزير ومحافظ مميز يتعز وما يكونش من المؤتمر الشعبي العام ولا من سنحان. لا ما أعتقدش أن هذه هي معايير التعيين في عند الرئيس صالح. أنا أربع بالرئيس صالح أن يكون معايير التعيين لديه بالذات في الوظائف الإدارية العليا أن تكون سنحانيا أو أن تكون مؤتمريا. بالعكس كثير بس عرف بتعيين أقاربه والناس القريبين لمنطقته من حزبه. الحقيقة هذه هي النقطة، كانت محل نقد للرئيس السابق علي يعني عبد الله صالح. موجودة الرئيس علي عبد الله صالح، لكن كما تعرفي الأنظمة في العالم الثالث. الأنظمة في العالم الثالث. ما الذي جعل الرئيس يعجب فيك كثيرا يا أستاذ حمود؟ يعجب فيك كثير ويثق فيك كثير وأنت مش عضو في المؤتمر الشعبي العام ولا قيادي. العضوية في المؤتمر الشعبي العام ليست هي معيار الولاء، أنا أقول لك هذا الكلام. ثانيا الناس دخلت في المؤتمر الشعبي العام ليس لأنه تنظيم سياسي ذو أبعاد فكرية ونظرية وآلية تنظيمية. دائما الأحزاب التي تبنى في السلطة تبنى على أساس الولاء للأشخاص للرئيس. كل من كان له ولاء للرئيس علي عبد الله صالح أو للنظام السياسي حسب مؤتمر شعبي عام. لكن أنا لم يكن لدي الحماس مطلقا كعضو. طب كيف تعرف عليه؟ مثلا من زكاك لديه وتعينت في العام 1997 ترشحت في مجلس النواب مستقلا. ثم أتوا وبعض الأصدقاء وبالذات الأخ الأستاذ القدير عبد الواحد البخيتي وأقنعني بأن أترشح باسم المؤتمر الشعبي العام.
فكان هذا المؤتمر. فأنا أقول لك بشكل عام ليس كل الذين تولوا مراكز قيادية في ظل الرئيس علي عبد الله صالح بالضرورة أن يكون ولا. طب متى استقلت من المؤتمر الشعبي العام؟ أنا لم أستقل في المؤتمر الشعبي العام من المؤتمر الشعبي العام ولم أقسم من المؤتمر الشعبي العام. أنت رشحت باسم المؤتمر الشعبي العام وكنت عضو مجلس نواب. طيب هذه ليست قضيتنا. لا لا أستاذ بس لازم نفهم هذه النقطة عشان إحنا نحاور الآن محافظ محافظة تعز. هل كان عضو التنظيم الناصري يعني مندوب التنظيم الناصري في محافظة تعز أم من رجالة الرئيس صالح في وقت صعب؟ عضو في التنظيم الناصري. طيب متى استقلت من المؤتمر الشعبي العامي يا أستاذ؟ أستاذة أنا لست عضواً في التنظيم الناصري. متى استقلت من المؤتمر الشعبي العامي؟ أنا ناصري ولست عضواً في التنظيم الناصري في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. لست عضواً في التنظيم. لم أكن عضواً في التنظيم الشعبي الناصري. وناصري. وإن كنت ناصرياً والأمر ينصرف إلى المؤتمر الشعبي العام. إن كنت مؤتمرياً فلم أكن مسكناً في أحد مستويات المؤتمر الشعبي العام. طيب متى استقلت من المؤتمر؟ تنعتي. متى استقلت من المؤتمر الشعبي العام؟ لم أستقل من المؤتمر الشعبي. على الإطلاق. إذن تمام لأنه أثناء الحوار كنا سمعنا يعني ربما سمعت بشكل خاطئ. طيب ننتقل لمرحلة الصعبة بداية الأحداث في مصر وفي تونس. هل كنت هل فوجئت عندما سمعت فيما حدث في مصر وقلقت من تكرار التجربة في اليمن؟ اولا هذه صراحة. انظمه او بصراحه هذه اولا هذه انظمه في تونس وفي وفي مصر كان النظام في اليمن متقدم عليها كثيرا. اولا الاهداف التي خرج المواطنون او خرج الثوار في مصر وتونس يطالبون بها جزء كبير منها كان قد تحقق في اليمن. هؤلاء كانوا يطالبون بانتخابات حقيقيه ويطالبون بحريات صحافه ويطالبون بحريات عامه ويطالبون بمجالس يعني وضع السياسي في اليمن افضل من تونس ومصر. طبعا كان في وقتها بصراحه كان وضع السجون الاوضاع الاقتصاديه الفساد المالي والاداري. لا دعيك عن الفساد المالي والاداري انا اتحدث عن المساحه التي طالب بها المواطنون والمتعلقه بالحريات في المساحه الديمقراطيه. نظام يحكم 33 سنه ديمقراطيه ومتقدم على مصر. كان هناك حريه صحافه، كان هناك حرية رأي، كان هناك انتخابات جادة، هذه كلها لم تكن موجودة في النظامين في مصر وتونس. هذا أولا. لكن هذا لا يعني أن خروج الناس في اليمن كان عبثيا. أما ما قلته بأني كنت قلق، بالعكس كنت أرى بأن هذه حتمية من حتميات الزمن ومن حتميات التاريخ. أنظمة في بالذات في تونس لا تسمح لك بالصلاة إلا بعد أن تعرف بنفسك. ماذا تتوقع منها؟ كنت تشعر بالقلق وأنت تدير أو مسؤول على محافظة عرفت بأنها صانعة التحولات السياسية؟ أولاً على الجميع ليس علي أنا بجد فقط. بجد على الجميع هذا الجميع وليس علي فقط. كل الذين يصلون إلى مراكز قيادية عليهم أن يتوقعوا أن بعد الوصول يبدأ الخروج. ماذا توقعت حينها؟ توقعت أن عجلة التاريخ دارت وأن هذا ليس بفعل المعارضة للأنظمة وبالذات في اليمن، ليس بفعل شطارة أو قدرة أو قوة المعارضة، بفعل من؟ وإنما هي حتمية زمنية استوجبت التغيير. طيب طالما أنت كنت متحمس مع الشباب ومتوقع متوقع أن تصلوا إلى هذه المرحلة ومن حق الشباب أنهم يخرجوا، ليش أحرقتم الشباب في ساحة الحرية في تعز؟ هذا سؤال عدواني. هذا وأنت التزمت أمام قناة الجزيرة بأن حماية الساحة مسؤولية أخلاقية على حمود الصوفي. هذا سؤال عدواني استفزازي. ما هوش عدواني ولا استفزازي يا أستاذ. هذا ما يردده الناس وأنا هنا أمثل الناس. بالتأكيد. ولكن كان عليك أن تصيغ السؤال بشكل أكثر واقعية. أولا أنا أقول لك بأنه اقتحام الساحة من الناحية الشخصية أنا أعتبره تحدي شخصيا لي استنادا إلى ما قلته الآن. هذه قضية الساحة هي كانت صناعة مشتركة بيني وبين الأخوة في قيادة المشترك عندما شاركت في صناعة الساحة. جميل. هؤلاء طلبوا مني دعيني ذرني ومن دعيني أكمل. أنت في بداية الأحداث وعندما سقط النظام المصري جاء إلي الأخوة في المعارضة وكان بيننا تواصل باستمرار وطلبوا أن نمنحهم تصريح للاحتجاجات. نحن في ظل دستور وفي ظل تشريعات لا تسمح لي كمسؤول بأن أمنع الناس من التعبير السلمي طبقا للقوانين كاعتصامات أو مظاهرات أو إلى آخره. كانوا طلبوا أن تكون هذه الساحة أمام المحافظة ولم نتفق، ثم في الميدان ثم في نقلوها إلى شارع جمال. وكان في حوار طبعا. كان ما كانش في عدائية. لا 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 يعني. بالعكس كان في حوار بالأمانة والأخوة في المعارضة يعلمون هذا ويسمعونني الآن. ثم اتفقنا على أن تكون هذه الساحة اللي هي صافر هي ساحة للتعبير وساحة للاحتجاجات.
كان هناك مخاوف أو كان هناك بعض النزاعات العدوانية من بعض المسلمين؟ شارك في اختيار سافر؟ نعم، بل أنا من قررت لهم واقترحت لهم أن يحتجوا في ويعتصموا في. هذا كلام أسمعه لأول مرة، شكرا. هذا أنا عندما رفضت قطعيا أن تتقطع أوردة المدينة من خلال الاحتجاج في شارع جمال، أخترت منطقة صافر للاحتجاج، وعلى اعتبار أنه لا ضرر ولا ضرار، لا يتضرر المواطنون، وبالتالي يتاح للناس فرصة للتعبير عن مطالبهم عن طريق الاعتصام. لكن أنت كنت مع حقهم في أن تكون في منطقة معينة يتجمعوا فيها ويمارسوا نشاطهم السياسي؟ ليس أنا، هذا قانون، هذا حقهم القانوني، وأنا يعني أحترم القانون كثيرا، وبالتالي ليس من حقي أن أعترض على من يريد أن يحتج طبقا للقانون. طيب، وبعد ما انتقلتم إلى صافر ما الذي حدث؟ كان هناك مخاوف، وكان هناك بعض الأخوة الذين يريدون أن يتقربون إلى النظام زلفى، كانوا يحاولون أن يثبتوا بأنهم أكثر ولاء، وبالتالي هذا الولاء كانوا يرون أنهم سيثبتونه من خلال اقتحام الساحة. وبالتالي أنا تلقيت اتصالا هاتفيا ذات مرة من بعض الإخوة المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قالوا أن نحن يعني أو أنت من تسمح لهذه الساحة بأن تتمدد بحيث وصلت الآن إلى أمام البنك التسليف الزراعي. أنت؟ أنا نعم. وبالتالي سمحت لهم يخترقوا الساحة؟ لا، هم أصلا يعني أنا قلت لك أنه تلقيت اتصال بما يشبه الاتهام بأنه أنت من يسمح بتمدد هذه الساحة. والمطلوب كان إيش؟ فلما سألت قلت لهم وما هو المطلوب؟ هل نتصدى لهم بالقوة؟ هل نقمعهم؟ أنا كانت رؤيتي بأن استخدام العنف حتى في ظل العنف المضاد ليس من الحكمة، لأنه أنت سلطة مسؤول عن حماية الناس، وبموجب الدستور وبموجب القانون. طيب، ما الذي حدث؟ أنا أسفة أني قاطعك، بس عشان نرجع للموضوع لأنه مهم جدا. كان شارك في اختيار الموقع، وتعهدت أخلاقيا وإعلاميا بحمايتهم. يعني دخلوا الساحة دون العودة إليك وأنت ما حفظت عزي يا أستاذ؟ سألني الإخوة في المعارضة قائلين أن لدينا تقارير ومعلومات بأن هناك من الأجهزة الأمنية من يخطط لاقتحام الساحة. هذا في تاريخ كم؟ هذا في مطلع شهر مايو، في مطلع أعتقد في بدايته أو على ما في الذهن أنه في أواخر إبريل. فقلت لهم بأن لن يتم هذا مطلقا، وأن هذه أضغاث أحلام وربما أنها مزايدات. وكيف تم؟ ثم أعلنت في عبر وسائل الإعلام حتى أطمئن الجميع بأن مسؤوليتي القانونية والأخلاقية توجب علي حماية هذه الساحة. وكيف تم يا أستاذ؟ في تاريخ 10 بالضبط، في 10 مايو، كان طلب مني بعض الأخوة وفسروها تفسيرا قانونيا كما عرضوا علي في حينها من أجهزة الأمن، قالوا بأنه مشروعية هذه الساحة قد انتهت بعد 90 يوم، لم يعد لها أي مشروعية، وبالتالي أنه علينا تصفيتها. كان ردي واضحا، وهو أنه لن تصف الساحة وأنا موجود على رأس. كيف صفيت الساحة يا أستاذ حمود؟ موقفك كان واضح، تابعناك بالجزيرة وتابعناك بالقنوات الفضائية، لكن كيف تم يا أستاذ؟ تمح لي يا سيدة القناة. طيب تفضل. فكان ردي واضحا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اقتحام الساحة أو تصفيتها بالقوة، وحتى النص القانوني الذي استدلوا به كنت أنكره وأشك بوجوده. طب اقتحموا غصبا عنك وأنت المحافظ؟ في يوم 12 نتيجة الضغط الذي كنت أواجهه، وعليك أن تعلمي بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يدير أزمة في صنعاء لا أعتقد أنها أكثر أهمية من الأزمة التي كانت في تعز، بس كان تعزي الأهم، كان يديرها في صنعاء بكامل طقمه، بكامل الأطقم التي كانت حوله، بكامل الإمكانيات. وأنت مفردك في تعز. وكنت أدير أزمة في ظل منغصات وتدخلات واتهامات من الأجهزة في تعز أو من الأجهزة في صنعاء. وبالتالي نرجع للموضوع، كيف تم احتراق ساحة الحرية في تعز يا أستاذ؟ كيف تم إحراقها؟ لدينا موضوع مهم، نريد أن نستمع لرأي حمود الصوفي حولها. طيب أوكي، خلاص تمام، تفضل. ففي يوم 12/5 الحقيقة أنه كنت أقنعت الأخوة في القادة العسكريين وأجهزة الأمن بأنه اقتحام الساحة خط أحمر ولا يمكن. واقتنعوا. محلي سؤال صغير في هذه النقطة، كيف أقنعتهم؟ يعني تتوقع أنه المدراء الأمن في تعز سيقررون دون العودة إلى الرئيس والقيادة النظام؟ صراحة يا أستاذ، عندما طرحوا لي هذا الكلام سألتهم هل لديكم تعليمات من صنعاء؟ بعضهم رد بنعم أن الأمر محسوب، وبعضهم رد بأن بعدم علمه. لكن وانت موقعك فين؟ انت المعني الاول. اتصلت بالرئيس
وتحدثت معه حول هذا الأمر. ماذا كان موقف الرئيس صالح؟ وقال لي أنا قد كلفت أحد أن يتفاهم معك. قلت له أنا قد أقنعته بأن هذا سيكون عملا صبيانيا لا مبرر له. بل أكون صريح، طالما والقناة هي محسوبة على الرئيس صالح وعلى المؤتمر الشعبي، القناة مهنية بدليل أن قيادة المعارضة ظهرت معنا وتحدثنا مع الكل بحرية. أنا أقول بأنني قلت بأنكم ستقدمون خدمة قليلة وتاريخية للمعارضة في حال اقتحمتم الساحة، وإن بررتها بمبررات كان بغرض الاستفزاز، حتى أني وصلت بالتبرير إلى أني قلت لهم لماذا تختارون تصفية ساحة عز؟ لأسباب مناطقية. هل تعتقد بأن هناك مناطقية في إدارة الأزمة؟ وسنعود لاختراق الساعة، لن تنجو. لا 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 لن تنجو من السؤال. أنت لا تذهبي بعيدا ولا تطرحي هذا الكلام بخجل وباستحياء. مسألة المناطقية هذه ثقافة في النظام السياسي موجودة. ولماذا ثار الناس؟ يعني تريد أن تقول بأنهم أرادوا أن تكون المواجهات بشكلها الأكبر في تعز وليست في صنعاء، الأسباب مناطقية؟ لا، أنا أقول لك، أنا أتكلم عن المناطقية بشكلها الأكبر بشكلها الكامل. أنا أقول لك أنه الناس اللي ثاروا، لحظة، الناس الذي ثاروا في الجنوب، الذي ثاروا في تعز، الذي ثاروا، كانت دوافعهم معظمها بعد عدم وجود المواطنة المتساوية. وكيف تعاملتم معه كحكومة وكنظام؟ كيف تعاملتم معهم؟ وهذه تفسر كيف تعامل حمود الصوفي التعزي الشرعبي في مدينة تعز مع هذه الاحتجاجات؟ يعني هل نفذ مشروع مناطقي ضد أبناء مدينته؟ لا لا لا، أنا خلينا نحصر الأمر فيما يتعلق بالساحة. طيب يا أستاذ، أنت مش راضي تدخل في الموضوع. كيف ومتى اخترقت الساحة؟ لا أريد أن أجزئ الأمر. أنا قلت في تفاصيل. دعينا، أيوة. وصلنا ل 12. طيب، بعد 12 يوم 12 أنا أسعفت اضطرارا ويعني طبيا ومن غرفة الإنعاش، حتى والجميع يعرفوا هذا ويعلمونه، ويهمني أنا علم الدكاترة الذي كانوا مشرفين على العلاج. سعفت إلى قدام ثم إلى ألمانيا، ويوم 29/5 بعد مغادرتي تقريبا سعفت بجد يا أستاذ، ولا عشان تتخلص من الموضوع؟ لا يعني هذا سؤال أنا طبعا أشفق عليه وأشفق على من يردده، وهو مبرر لا أنت مقتنعة فيه ولا أنا مش مقتنعة، ولكن يجب أن نناقش الموضوع بصراحة. ولا الذين أشاعوا مقتنعين، دعينا من هذا الأمر. المهم أنه في يوم 29/5 وأنا في ألمانيا الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الثاني اتصل بي أحد الأخوة من هنا من القاهرة، قال لي هل اتصلت لا تعز؟ قلت له ما الذي حصل؟ قال لي اقتحمت الساحة. طبعا كانت إيش كان موقفك حين؟ صاعقة، كانت صاعقة جدا بالنسبة لي. يعني ما استمعوش لنصيحتك ولا مشورتك؟ طبعا هم لم يتصلوا بي منذ أن غادرت مطلقا، وأنا أتكلم الأخ مدير الأمن. الأخ مدير الأمن موجود أستاذ حمود. دقيقة، وأريد منك أن تدخل بتفصيل أكبر حول ما الذي حدث وكم عدد الضحايا، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مرحبا مجددا، ونعود لقضية محرقة تعز والأستاذ حمود الصوفي الذي كان محافظا حينها. أستاذ حمود، كنت في ألمانيا، لم يتواصل أي حد معك من القيادات في تعز حتى للإطمئنان عليك؟ يعني كانوا خايفين أو قلقين أنك تعاتبهم أو تتخذ موقف بعد اختراقهم للساحة؟ نعم، يعني هم الحقيقة مثل ما قلت لك في بداية الحديث أو أثناء الحديث، بأنه عندما الرئيس علي عبد الله صالح قال لي في حينه بأنه أرسلت له لك أحد يتفهم معك، فلما أقنعته الحقيقة الرجل اقتنع بأن لا يتم اختراق الساحة. نعم، وقال لهم لا، ما فهم كان غير ذلك بالحوار. أن الرئيس كان مقتنع وأقنعك بأنه يجب أن يتم اقتحام الساحة. كان هناك بعض الأفكار الوصولية طرحت للرئيس بأن الحل الأمثل هو إغلاق الساحة. فلما الرئيس اتصل لي وقال لي أنا أرسلت أحد الناس، قال لا أريد أن أسميه يتفاهم معك، قلت له بأن هذا مشروع عدواني فاشل وأنه سيخدم المعارضة أكثر الناس. واقتنع الرئيس؟ أقتنع حينها. إذن من الذي اقتحم ساحة الحرية بتعز؟ لحظة، حينها وجه جيزة الأمن بأنه عليكم العودة للمحافظ في كل صغيرة وكبيرة. عندما وقبل ذلك لم يكون يعود لك في كل صغيرة وكبيرة يا أستاذ حمود؟ شكوت هذا للرئيس. نعم، وقلت له بأن أجهزتك وبعض القادة العسكريين لا ينفذون الأوامر. هذا مسألة معروفة، ليس عندي فقط. سنعود إليها سنعود إليها للفساد الإداري والمالي في تعز. طيب، على أي حال؟ لا، على أي حال هو اقتحمت الساحة
وكان هذا بالحقيقة أنه كان خطأ. إيش كان موقفك يا أستاذ؟ كان خطأ أخلاقي. تجاوزوا كلامك، لم يعودوا إليك، رفضوك، أحرقوك أمام الرأي العام، اعتدوا على أبناء المحافظة. عملت التالي، أدنت هذا العمل علنا ووجهت خطاب للأخ مدير الأمن وأمرته بأن بإعادة الساحة. لماذا لم تستقيل؟ في حينه شوفي، قضية الاستقالة لا تعبر عن أي موقف مبدئي في تلك الظروف. الذين استقالوا في تلك الظروف اعتدوا على الشباب واعتدوا على الساحة يا أستاذ. الذين قدموا استقالة أثناء الاحتجاج قات، فإن موقفهم لا يعبر عن أي موقف مبدئي أو أخلاقي أو وطني أو احتجاجي، بقدر ما يعبر عن موقف انتهازي وصولي، يعني ضعف الرئيس فلاقوا فرصة للهروب والإنوار الآخر. في حين الذي كان يريد أن يعبر عن موقف، كنا نعرف أنه في فساد، وكنا نعرف أن في عمل غير مؤسسي، كان علينا أن نستقيل قبل بداية الاحتجاجات. طيب إيش الموقف؟ الموقف ليس قوياً بداية الاحتجاج. أما عندما هؤلاء كل الذين استقالوا من المؤتمر الشعبي العام أثناء الاحتجاجات وأثناء الاضطرابات وأثناء الهزات التي حصلت، تعبير عن موقف انتهازي وليس موقفاً مبدئياً من وجهة نظري، وأنا حر فيما أقوله. وأنت تعلمين عندما تترنح السفينة أو توشك على الغرق، فأول ما يفر منها هو الفيران. يعني تقصد من الذي استقال من المؤتمر الشعبي العام أثناء الأزمة هم فيران؟ طب نعود. أنا قلت إنه ما يعبرش عن موقف مبدئي، لا تحصيل حاصل. يعني ولهذا السبب يعني لم تستقيل. تدور الدائرة والعجلة، ثم أنت تذكر. طيب ما هو الموقف يعني الكبير من مما حدث؟ بجزئية بسيطة جدا. أولا، هل هناك مبرر للتغيير أم لا؟ أنا أقول لك كان هناك مبرر للتغيير، وبالتالي كان على الذي له موقف مبدئي أن يستقيل في بداية الأمر قبل تونس حتى. بس أنت ليك لديك مبرر، لدي أنت محافظ محافظة يا عزيزي، تم الاعتداء على منطقة أنت تقول أنك شاركت في اختيارها وتعهد في حماية هؤلاء الشباب. الموقف كبير. هل تعتقدي أنه التعبير الوحيد عن رفض هذا العدوان على الساحة هو بالتنازل؟ لا لا، ليس فقط بالتنازل، هناك إجراءات أخرى. كم قتل شباب؟ كم قتل من الشباب؟ أكشف لك سر. تفضل. كان بعض الأخوة في المعارضة توقعوا أنني سأقدم استقالتي، فأتوني بشكل رسمي قيادة المشترك وقالوا حذاري نحذر من استقالتك. بجد؟ نعم، قالوا لا تستقيل، أنت تحفظ التوازن. ثانيا، فيها نقطة ثانية، تهم بعض القيادات المقربة من الرئيس صالح لك صحيحة بأنك كنت يعني مندوب أحزاب اللقاء المشترك ضد الرئيس. أنا كنت أدير أزمة، وبالتالي أنا لا يمكن لي بتوازن سياسي، كان لا يمكن لي أن أترك عقلي في البيت أو في المكتب وبالتالي أدير الأزمة بما يأتيني من توجيهات. بس أعلم مسكوا فيك أكثر من أصدقائك. أنت تقاطعيني دائما ولا تدعيني أكمل لك الفكرة، وهذا على حساب الحوار. إيش المقدمات؟ على حساب الحوار، هذا هو على حسابك أنت وليس على حسابي. يا أستاذ، أنا أشتك بس ترد على السؤال بشكل مباشر. يا أستاذ لحظة، تفضل. هل تعلمي أنه عشان يكون الموقف حاسم، بعد اقتحام الساحة كثير من قادة المعارضة، وهذا موثق تلفزيونيا وموثق كتابيا، قالوا أنه لو كان المحافظ حمود الصوفي موجود ما تجرأوا على اقتحام الساحة، من أكثر القيادة المعارضة تطرفا. طيب هل أجريت تحقيقات؟ هل أجريت تحقيقات حول ما حدث؟ نعم، أنا شكبت لقدر التحقيق. كم عدد المقتولين والمحروقين في الساحة؟ للحقيقة هذه أمر غامض، هناك مبالغة في الضحايا الحقيقة كبيرة جدا. أستاذ، عام مر عام على اقتحام الساحة ولم تتوصلوا إلى نتائج. هل تصدقي يا أستاذة بأني حتى هذه اللحظة والله لا تضطريني أقسم لك بالله؟ تفضل. لا علم لي بعدد الضحايا فعلا من كثرة المبالغة. يعني هل حققتم أم لا؟ والله أنا أمرت طلبت تقرير من الأمن، قال للأمن بأنه حققوا ولا يوجد ضحية من الضحايا. كيف المعتدي هو الذي حقق يا أستاذ؟ والله أنا ما عنديش أدوات أخرى أحقق. لا، معك أنك تشكل لجنة من قيادة المعارضة ومن الشباب. طيب، ومن القانون. هذا كلام جميل، لكن أنا طلبت من الإخوة في المعارضة بأنهم يأتوني بتفاصيل دقيقة عن الضحايا موثقة بالاسم إلى آخره، لم يفعلوا هذا. طب كم هو الرقم الذي تعتقد أنه صحيح عن عدد القتلى والجرحى؟ أنا هو المجازفة ببني آدم ليس صحيحاً. أنا أقول لك يعني هو الواحد خسارة، الاثنين خسارة. أنا لما أقول لك خمسة وهم سبعة، معنى أنه أهملنا دم اثنين، وبالتالي أنا لا علم لي بعدد الضحايا. فعلاً تصدقيني لا علم لي بعدد الضحايا. أنا لو طلبت من الإخوة في المعارضة وكنت جداً منزعج وغاضب على الإخوة في الأمن، وكنت أريد أن أعمل شيئين. إذا أدوني الضحايا
سأطالب الدولة فورا بتعويضهم، ونحن عوضنا كثير إن شاء الله من الديات لبعض الناس الذين سقطوا في بعض الـ في بعض الـ في, الـ في الأحداث، وسأحيل بعض الـ بعض الـ بعض الذين أمروا بالتخفيف الكثيرة. لكن في أسئلة تحتاج إجابة مباشرة، ليس منطقيا على الإطلاق أن يكون محافظ محافظة لا يعرف بضحايا حادثة أصبحت قضية رأي عام على الإطلاق. لكن خلينا قبل ما ننتقل إلى آخر أسبوع لك في محافظة تعز كمحافظ محافظة تعز، نتطرق إلى سؤال حول ما الذي حققه حمود الصوفي وهو راضي عليه وضميره راضي خلال هذه الأزمة للمدينة التي يحبها؟ أولا فرقي بين مرحلتين من تولي حمود الصوفي في تعز. المرحلة الأولى هي من مايو 2008 حتى فبراير 2011. في هذه الفترة كان لنا طموح تنموي للنهوض بالمحافظة وتعويضها عما فات. فتحنا آفاق كانت مغلقة الحقيقة، وقنوات كانت مغلقة. مطار تعز كنا مضينا مشينا فيه خطوات كبيرة، عوضنا الناس وبالتالي نزلت المناقصة. التحلية أوجدنا الدراسة وبالتالي أوجدنا التمويل وكنا ماشيين فيه. المدينة الرياضية وقطعنا 50% منها، المدينة السكنية نفذناها، ميناء المقاعة لنا. بس تظل مشكلة المياه مشكلة كبيرة في تعز مشروع وقديمة. مشروع أستاذة، مشروع هذا لا يمكن إنجازه بيوم وليلة. الآن المحافظ الجديد هو ماسك نفس الملف، وهو كان معنا في سيكمل ما بدأ. طبعا سيكمل في هذه. طب ماذا عن الفساد؟ وخليك صبور لأنه حسيت أنك على كل سؤال تزعل، خليك صبور معي. خلينا نتطرق للفساد المالي والإداري و حادثة صغيرة. قد تحدثت عن 5 إنجازات يا أستاذ. يكفي 5 إنجازات فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري. ترددت أنباء ونشرت حتى تلميحا لك حول بعض الأراضي التي وهبتموها أو قدمتموها للمستثمرين، وكانت صفقة مالية عدت مبالغ كبيرة لكم لك ولبعض القيادات المتنفذة كفساد. هل هذا صحيح يا أستاذ؟ أولاً يجب أن تفهمي لي لم يعد هناك أراضي في تعز، قد أخذها المتنفذون في أزمنة غابرة ومتعددة. بالنسبة لي شخصياً آخر أراضي ملكتها في تعز عام 1988 عندما كنت تاجراً، هذا واحد. تاجر 88. آخر أراضي ملكتي في تعز عام 88، وإذا لي أراضي من بعد 88 فهي عن طريق قناة اليمن اليوم. أنا مطلقها لي شخصياً لمن يريدها. طب هذا أنا أقصد في أرضية قدمت كمستثمر واستلمتم منه مبالغ كثيرة ويعد فساد، ونعرف حمود الصوفي أنا لا يخشى أحد. طبعاً أكيد. تفضل. أنا الذي أعرفه وللأمانة هذا أمر غريب جداً، يعني بأنه عندما تصنع يعني للمحافظة مشروع استثمارياً عملاقاً هو مطلب للناس كوجه حضاري ومطلب لتشغيل أيادي عاملة وأنا أدري ماذا تقصدين. الأرض التي وهبناها للمستثمر المغترب التميمي في حديقة تعز. شكرا جزيلا. في غرب تعز. شكرا جزيلا. هذه معك حق، قيل عنها الكثير، وهذه أتت بتفاهم وبتوجيه متكرر ومكتوب وشفهي من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرجل صادقا الذي هو التميمي نفذ هذا المشروع من أول يوم. وتخيلي أن الحياة توقفت في تعز أثناء الأزمة، كل المشاريع العامة والخاصة توقفت إلا هذا الرجل قال أنا لا أشتغل مع علي عبد الله صالح ولا أشتغل مع نظام، أنا أشتغل مع اليمن. وبالتالي استمر في العمل. أما ما قيل من أن هذا الرجل قد وهب ملايين الدولارات، وهذا سمعته لحمود الصوفي أو لحمود الصوفي وغيره، حسين التميمي وغير حسين التميمي وكل الناس يسمعونني الآن، وأنا أتحدى ولا أريد أن أتطرف من يتقول أو يتجرأ أو يقول أن حسين التميمي منحني ريالا أو هدية أو دولارا وعليه أن يرد وأن يتكلم هو أو غيره. وكل هل تعلمي كيف تم هذا الموضوع؟ ولم تكن وسيطا في أي صفقة فساد بين الطرفين. أنت تتحدثي مطلقا، أنا الطرف الأساسي، أنا الذي دعيت الأشغال ودعيت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ودعيت أراضي الدولة ودعيت الأوقاف وعلى الطاولة، وأخبرتهم بأن هذا المستثمر قاد في تنفيذ هذا المشروع، إن توقعته برشوة هو لا يقدم رشوة لأحد. خلال الأسبوع كنا أنجزنا الموضوع. بالعكس هذا الرجل يتحدث بين المغتربين ويقول أنه أنا ما شعرتوش أنه أنا باليمن من سرعة الإجراءات ومن الشفافية. وأما هو لا يخسر يعني لحظة معلش أستاذة، ما الذي سيخسره أحد الناس الذي يريد أن يشوه صورة رحمة
الأستاذ رحمة، ويقول هي أخذت مليون دولار. في كثير حاولوا يعني دائما، لكن نتحدث ولا يخسر شيء، هو لا يخسر شيء، هو يطلق إشاعة والآخرين يتلقفونها ويترددونها. لا ولا أنا سألتك عشان ترد عليها يا أستاذ. أي مقاول أو أي مستثمر يسمعون الآن، أتحدى أي أنه عرقلت معاملة أو دفع أحد حتى ريال أو صرفت أراضي أو في عهد حمود الصوفي مطلقا. ننتقل لموضوع آخر، هو له علاقة بالساحة وله علاقة بالفساد وله علاقة بقضية أخرى، وهي التسليح في تعز أثناء الأزمة. الذي أحب أعرفه، هل حمود الصوفي غض الطرف عن تسليح أبناء تعز من الطرفين لتتم المواجهة التي سيدفع ثمنها أبناء تعز وليس فقط صنعاء أو عدن أو منطقة أخرى، وكان في تركيز على تعز؟ بالعكس، لاحظني أردد الكلام الذي يقال وبعضه يكون منطقي، بس حق. أنت اللي تنفيه أو تؤكد. معك حق. شوفي أستاذة، أولا أنا أحمل المسؤولية الذي أعطى مبرر لحمل السلاح وهو الذي اقتحم الساحة، هذا أولا أتحمل المسؤولية. بس كانوا مسلحين في داخل الساحة؟ أيوة. لم يكونوا مسلحين، ما كانش في تسليح قبل. أوكي. لم يكونوا مسلحين على حد علمي، لم يكونوا تسليح داخل الساحة. الذي حصل أنه ليلة اقتحام الساحة اعتقل أحد الجنود، وقيل لي اعتقل من من قبل المتظاهرين. يعني اختطف يا أستاذ؟ اختطف، وطبعا هذا عمل مدان ما في شك، احنا اعطينا ساحة الاحتجاج ما اعطيناش معتقلات، هذا كان غلط جدا. يعني اختطف جندي أم جنديين؟ هو مثل ما تضاربت الأنباء بالضحايا، تضاربت الأنباء أيضا بالأسباب. هل كان لك موقف مع الطرفين؟ هو طبعا في موقف، طبعا احنا أدلنا العملية عملية التسليح، لكن هم قالوا أنكم لم تحمونا، احنا عملنا عمل سلمي، وبالتالي أنتم اقتحمتم الساحة ما تحتلناش فرصة ودفعتونا إلى حمل السلاح. بس هل كان في مبرر للاقتحام؟ يعني لما الجنود يشوفوا واحد من زملائهم مختطف وقيل أنهم تعرضوا لتعذيب؟ أنت دولة، هناك وسائل أخرى لاستعادة، كان عليك أن تعتقل اثنين من المعارضة، وبالتالي يقول لهم هاتوا الجنود، ما الضير في هذا؟ يعني هذا مبرر أنا لا أقبله. طيب إيش حكاية الحريق؟ هل أحرقوا خيمهم كما قال؟ ليس لدي تفاصيل، ولكن لابد من تحقيق في هذا الأمر، المفروض يكون هناك تحقيق في هذا الأمر، ليس لدي تفاصيل في هذا الأمر، لكن أنا أقول لك أن السلاح الذي دفع إلى تعز كان يعني يعطي مؤشر ودليل على الذي على أن الذي يراد لتعز شيئا كبيرا. كان المطلوب رأس تعز، مطلوب إسقاط تعز، كان الذين يريدون أن يحسنوا صورهم في العاصمة صنعاء ويعطون رسائل سياسية إلى الخارج وللمتحاورين بأنهم ملتزمون، لا يهمهم الأمر في تعز. هناك كان من يريد أن يضعها بني غازي، وهناك من يريد أن يعطي، وأنا لن أسمح بأن تكون بني غازي, غازي. لن أسمح بأن تكون بني غازي. عجبني التشبيه، عجبني التشبيه، وسمعته أكثر من مرة من بعض قيادة المعارضة، في أنك أكثر الرجال الذين خدموا الرئيس صالح وناضلت لألا تسقط تعز لأجل صالح. أنا تصديت لأي محاولة لإسقاط تعز، أنا تصديت. هي ليس إسقاط، هي سيطرة السيطرة عليه من قبل الثوار أصدقائك. لا أريد عملية فرز مطلقا بأن تعز تحسب بأنها منطقة، أنا أؤمن بالشرعية، وبالتالي طالما وظلت شرعية الرئيس علي عبد الله صالح قائمة في صنعاء ينبغي أن تظل شرعيته قائمة أيضا في تعز. فأخبرتهم في خطاب مسجل وموثق في المركز الثقافي، وطلبت منهم الهدوء، وقلت لهم أنني أعدكم في أواخر شهر 3، وقلت لهم في شهر مارس 2011، وقلت لهم بأنه إذا سقط النظام أو تم التسوية في صنعاء لن تحتاجوا إلى المواجهة في تعز ولن تجدوا صعوبة، سنسلم المحافظة سليمة دون أن نخرب فيها شيئا. وطلبت ما موقفك من حمود المخلافي وصادق سرحان الذين قادوا الميليشيات المسلحة المناصرة للاحتجاجات أو الثورة؟ حمود المخلافي وصادق سرحان ينتمون إلى أحزاب سياسية، وعلاقتي بهم كعلاقتي بالأحزاب السياسية بعناصر الأحزاب السياسية. يعني الإصلاح كان يدير هذه المواجهات المسلحة من خلالهم؟ بالتأكيد كان الطرفين السياسيين المشترك وعلي محسن الأحمر من جهة، والمؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري ووزارة الداخلية أول أمن كانوا في جهة أخرى. كيف علاقتك مع اللواء علي محسن؟ والله هي يعني ليس بيني أنا واللواء علي محسن عداوة الحقيقة. عداوة؟ يعني الناس يقتلوا في محافظتك،
بسبب أن علي محسن طرف وصالح طرف وما زال الجميع أصدقاء ولا توجد بينهم عداوة. يعني هل في موضوع مصالح شخصية؟ لا نريد أن نشخصن الأمر. علي عبد الله علي محسن الأحمر إذا كان في خصومة معه ربما تكون في إطار الخصومة السياسية القائمة مع علي محسن وغيره، هي خلاف سياسي، لكن كخصومة خصومة بالتعريف كخصومة بالتعريف الإنساني ليس هناك خصومة بنيت على عوامل شخصية. أنا هذا ما أقصده. طب هل تتواصل معه بشكل مستمر؟ كنت أتواصل معه في الماضي وطلب مني كان الانضمام إلى الثورة يوم 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 انضم هو في مارس. في مارس طلب مني ذلك، فقلت أن هذا أمر صعب ولا يعبر عن أي موقف. لماذا؟ لكن لماذا لم تنضم يا أستاذ؟ أنا كما أخبرتك بأنه لا يعبر عن أي موقف مبدئي مطلقا، موقف انتهازي على الإطلاق. على الإطلاق. طيب أستاذ خلينا نخرج من تعز شوية ونبدأ عن علاقتك بالرئيس صالح كشخص مقرب ومرتبط بشكل كبير بما حدث. هل الأحداث الأخيرة التي بدأت بالمبادرة الخليجية أغضبتك من الرئيس صالح؟ لأنه بعدها ذهبت إلى الرئيس هادي أو قدمت استقالتك أو أقلت، الصورة غير واضحة وبالمناسبة وضحها لنا الآن، ولم تظهر أو تشارك إعلاميا. لا، هو بعد توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية في الرياض خلقت رغبة لدينا لدى الكثير بتقديم الاستقالة. أنا كنت على عجل بتقديم الاستقالة. بل بالعكس. لماذا استقلت؟ لكن لماذا استقلت وما هو موقف صالح وهل استأذنت منه أولا؟ ولكن بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ حمود، لماذا قدمت استقالتك أو أقلت؟ طيب يعني أولا هل أقلت؟ لا أنا لم أقل مطلقا، بالعكس أنا قدمت استقالة ورفضت أكثر من مرة سواء شفهيا أو كتابيا، هذه الحقيقة. للرئيس هادي أم للرئيس صالح؟ للرئيس صالح كانت شفوية، أما للرئيس هادي فشفوية ثم عززتها باستقالة. خلاص حسيت دورك مع الرئيس صالح انتهى. لا كنت مؤمن بأن التغيير في تعز حتمي لكل الطاقم حتى يفتح آفاق جديدة للحوار ولتسوير الساحة. الحقيقة مش اللي في تعز، في أي مكان الذين أداروا الأزمة بتلك العنف وبذلك بتلك القوة وبذلك الاحتكاك وبذلك المعترك كان لابد من تغييرهم. هل أشرت بذلك على الرئيس هادي؟ نعم أنا أشرت بهذا، بل أصريت على التغيير، طلبت منه أن يغير في تعز. كان الرئيس هادي مصر على أن تبقى أم مقتنع في البداية؟ طبعا كان مصر على أن أبقى في المحافظة، ولكنه في الأخير اقتنع. على أي حال في هذا الأمر كيف تم اختيار أستاذ شوقي؟ دعيني أعرق على شيء بسيط في هذا الأمر امتدادا لسؤالك السابق. كان لك دور باختيار المحافظة الجديد؟ كان هناك تشاور الحقيقة ما في شك، وكان هناك آراء طرحات حول المحافظين كثر، ولكن أنا أيضا طرحت للرئيس هادي بأن الأخ شوقي أحمد هائل يمثل قاسم مشترك بين الجميع، على اعتبار بأن هذا الرجل إذا وجد في المحافظة لا شك أنه سيقدر يضحي معها. يعني الرئيس هادي يستمع للنصائح ويعمل بها؟ الحقيقة يسؤول النصائح ويعمل بها. أنا مما يذكر ويشكر للرئيس هادي أنه حقيقة في لقاءات محدودة معه أنه يسمع للنصائح. هل ظهر خلاف بينه وبين الرئيس صالح مؤخرا؟ شوفي هذا أمر مهم. أنا أقول لك أنه إيش أمر مهم؟ في خلاف؟ لا هو السؤال مهم. أنا أعتقد أولا يعني الصورة هو لماذا تم التوافق على الرئيس هادي، ليس لأن باختصار أنه باقي 15 دقيقة. أوكي، هو الرئيس هادي تم التوافق عليه لأن الرجل ليس لأن كل طرف يعتقد بأنه قريب منه أو لأنه سيستقي به على الطرف الآخر، بالعكس الرجل أولا هو شخصية متوازنة معروفة ومواقفه حاسمة في القضايا الوطنية، بالإضافة إلى أنه سجله الوطني وبالذات فيما يتعلق في قضايا الفساد هو سجل نظيف، وهذا الملف طبعا تورط فيه كثير من الذين يعني رغم أنه مش واضح كيف دور الرئيس هادي كان له دور كبير في قضايا حاسمة، يعني لم نرى إلا دائما مع الرئيس صالح مؤكدا لحديث الرئيس صالح، لم أرى مختلفا أبدا أو لديه موقف مختلف مع الرئيس صالح. فقط من أمثلة كثيرة. أولا تذكري موقف الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما تعرض الوطن لمحنة الانفصال، كان موقفه حاسما فيما يتعلق بحسم المعركة لصالح الوحدة، هذا واحد. هذا طبيعي. اثنين، هل تعلمين أن الرئيس هادي كان باستطاعته أن يكون رئيسا فوريا بعد حدث النهدين؟
وهذا يذكر ويشكر للرئيس. وكان من يحكم قالوا يذكر بحسب تصريح العميد احمد علي عبد الله صالح. نعم للرئيس هادي، الرئيس هادي عندما كان نائبا للرئيس علي عبد الله صالح بعد إصابة الرئيس وغيابه عن المسرح السياسي، أنا أعتقد أن كل عوامل وصوله إلى الرئاسة كانت متوفرة لكنه رفض، وهذا كان يعبر عن موقف أخلاقي متقدم. طيب عندما وصل، لحظة، عندما وصل هل علينا أن نعترف بأن الرئيس هادي عندما وصل إلى السلطة وصل رئيس بإرادة شعبية، خلينا من الإرادة الدولية من الإرادة الإقليمية، إرادة شعبية بمعنى إرادة شعبية انتخاب شخص واحد يا أستاذ. أنا أوكي سيد حمود أنت دقاق وسياسي. دعيني أشرح لك الأمر. طيب يعني هي مش محتكرة القضية بأكثر من رئيس. القضية وما فيها أنه أنا أشرفت على كثير من الانتخابات بما فيها انتخاب 2006 الذي شاهدته شيء غريب في 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 انتخابات الرئيس هادي. ماذا شاهدت؟ كانت الأحزاب متقاعسة جدا وتعتبر أن هذه الانتخابات طالما والمرشح واحد هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لكن الجماهير كسرت هذا الحاجز وكسرت هذه القاعدة عندما ارتفع رقم المشاركة بشكل فاق المشاركة في عام 2006 في ظل وجود تنافس وفي ظل حشد لجميع الإمكانيات السياسية والإعلامية والمالية والمادية. كنت تتوقع أن يخسر الانتخابات؟ أنا أقيس حجم المشاركة بمعنى حجم الجميع حشد. لحظة، لا 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 بالعكس. لا أنا كنت مشرف على الأقل. العميد أحمد ذهب وانتخب جماعته، العميد يحيى ذهب وانتخب، حتى العميد عمار، الكل ذهبوا وانتخبوا الرئيس هادي. لكن أنا مرشح وحيد. أنا أتكلم معك عن آلية تنظيمية للأحزاب عليها ألا تمون على الرئيس هادي بأنها هي التي دفعت بالجماهير. طيب لماذا لا تكلمني عن المبادرة الخليجية وهل كنت معها أم لا؟ لأنه بعد ما بدأ الحوار على المبادرة أو توقيع المبادرة انسحبت. هل كنت ضد أن يسلم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة؟ لا بالعكس، أنا نصحت الرئيس أن يوقع في قبل حادثة حصار السفارة الإماراتية. أنا طلبت من الرئيس، حقيقة هو الرئيس كان على حق عندما أصر على الآلية التنفيذية. أيوة. هو كان وتم التعديل. لماذا محق؟ كانت تحمل ألغام وتفجيرات كثيرة. مثل؟ يعني المبادرة بشكلها الذي قدم دون الآلية التي أسهم فيها السيد جبال بن عمر كانت غير واضحة حقيقة، وكانت تحمل في طياتها بذور فنائها كتطور الديالكتيكي. هل صاغها الرئيس في البداية؟ أكد هي أناحت على حد علمي أنها فكرة الرئيس وأنه هو الذي طلب هذه المبادرة. لكن طب لماذا يسمونه بالمخلوع؟ والله أنت لا تستطيع أن تجبري الناس بأن يتبعوا مزاجا واحدا. بعض القنوات أنت كشخص تؤيد الاحتجاجات والثورة بالمناسبة موقفك من الثورة والثوار يا أستاذ؟ أنا شوفي أنا وهل ظلت الثورة إلى وقت محدد ثم تحولت إلى أزمة بحسب تصريح الشيخ حسين؟ ما هو أنت تسألي أسئلة مهمة ثم لا تتيح الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة المهمة. لا أعطيتك بس المقدمات. لا هو أنا أشتي أقول لك بالنسبة أنت تسأليني هل أنت مؤيد؟ مش قضية مؤيد، أنا أؤمن بحتمية التغيير هذا جانب. أما قضية التقييم للثورة فأنا أقول لك أنه أنا في من وجهة نظري أن أخطر ما يواجه الحالة اليمنية هو ثورة بلا بوصلة الآن، وأخشى أن تقودنا هذه الانفعالات أو هذه الثورة إلى الوصول القبول بفقه الضرورة وبالتالي استبدال نظام عشوائي لا مؤسسي بنظام فيه ديكتاتورية القرون الوسطى، وبالتالي نطلق أذرعة القمع وتكميم الأفواه ونقطع الأمل في أي دورة. طبيعي أن يصرح شخص هكذا مقرب من النظام أو من قيادة النظام تجاه التصريح طبيعي، يعني ما ذكرته أنت بأنه الثورة تتحول إلى أزمة وبدون بوصلة ونقد كبير. لا الثورة، أنا بقول لك هي أي ثورة، الثورة عظمة الثورة تأخذ قيمتها من القيم الثقافية والإنسانية التي تأتي بها كبدء في إطار مشروع سلوكي قيمي يعكس المفاهيم والممارسات والأقوال والأفعال وتعبر عن نفسها في النهاية بأشكال متعددة لعل أهمها إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. هذا غير موجود. هل نجحت؟ هذا غير موجود. هل تحققت مطالبهم؟ لم تتحقق. أنا بقول وجهة نظري لم تنتصر الشرعية الثورية في الوقت الذي لم تنتصر فيه الشرعية الدستورية، الذي انتصر تسوية سياسية لصالح الجميع. لصالح الجميع، وأستطيع أن أقول. وماذا عن حادث دار الرئاسة؟ إذا كان حادث إرهابي بدون بكل المقاييس. أيوة لكن في لا أنا أتحدث عندما تقول أن الشرعية لم تخسر ولم تنتصر
والشرعية الثورية لم تنتصر أيضا. ما حدث في دار الرئاسة ساهم بشكل كبير في إبعاد الرئيس صالح عن العملية السياسية. لا، الرئيس صالح كان مطروح قضية المبادرة الخليجية قبل أن يصاب أو قبل الاعتداء عليه، وبالتالي ما الذي حصل؟ هل حصل انقلاب عسكري؟ بالعكس، هو الدليل على أنه يعني أنا مثلا أقول دائما بأنه الرئيس علي عبد الله صالح في الوقت الذي حقق إنجازات أخفق في بناء الدولة المؤسسية، هذا ما هوش موقف من بعد الثورة. أنا قلت هذا الكلام في محاضرة أو في كلمة في المعهد الوطني للعلوم الإدارية في عام 2007، لأنه أنا كنت معني في البناء المؤسسي للدولة باعتباري وزير إصلاح إداري وزير خدمة مدنية. كنت أرى بأنه العمل المؤسسي التقدم فيه يواجه بمقاومة عنيفة. طب هل بنيت عمل مؤسسي في وزارة التأمينات عندما كنت وزير؟ هل بنيت هذا العمل المؤسسي في محافظة تعز؟ نحن قدمنا مشروع لبناء الدولة، لإعادة هيكلة الدولة، قدمنا مشروع لدور وظيفة الدولة. ما الذي عرقله؟ لا توجد الإرادة، هذا وجه بمقاومة من السلطة والمعارضة في حينه، وبالتالي سقط هذا المشروع. هو مشكلتنا حتى الرئيس علي عبد الله صالح، لو كان بنا دولة مؤسسات ما وصلنا إلى الوضع الذي حنا. طب كيف ترى المستقبل الآن؟ أولاً وضع الرئيس علي عبد الله صالح، هل خرج الآن من العملية السياسية تماماً؟ الرئيس علي عبد الله صالح كشخص أنا أعتقد بأنه يعني نستطيع أن نقول بأنه يعني ترك العمل السياسي، وأعتقد تركه يعني بشكل مشرف الحقيقة، وبنموذج بالمعايير العربية القائمة في حالة الثورة العربية الآن، بأن النموذج اليمني كان نموذج مشرف، وعلى الأخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يقتنع بهذا الدور ويعلم بأنه سلم السلطة إلى أيدي أمينة كما طلب هو وهو الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي. عليه الآن أن يبتعد عن هذه الاحتكاكات وعن ما يشاع عن وجود احتكاك بينه وبين الرئيس الحالي، وعليه أن يقول مثل ما سلمت لك الرئاسة، دعيني مثل ما سلمت لك الرئاسة أسلمك الجيش وأسلمك المؤتمر وأسلمك كل شيء بمحض إرادتي، وأنت أولى وأدرى بإدارة شؤون البلاد. طالما وأتمنى لك الشعب نحن حول ماذا؟ أنا ليس لدي تفاصيل بوجود خلاف، ولكن أقول بأن على الرئيس عبد الرب منصور هادي بموجب الدستور والقانون والشرع وبموجب الواقع وثقة الجماهير أن يمارس سلطاته وصلاحياته كاملة، لا تحجب هذه الحقيقة بالعلاقة الودية بينه وبين الرئيس صالح أو بينه وبين علي محسن أو بينه وبين أي طرف. هو الآن وماذا عن الحوار الوطني؟ هل تعتقد بأنه سيحقق أهدافه ونتائجه؟ أولاً هل الأطراف كلها السياسية الآن مستعدة للحوار؟ شوفي في وستبذل جهد إيجابي لإنجاحه؟ هو شوفي، هو الخيار الوحيد الآن في إطار المبادرة الخليجية، وهذه هي الفقرة المهمة جداً، وهي الحوار الوطني لصياغة مشروع سياسي لبناء لإعادة بناء الدولة من جديد. نحن الآن نسير الدولة بشكل توافقي وبشكل استثنائي، ولا نسيرها طبقا للقواعد السياسية الطبيعية حاليا، ولكن واقع الحال لا يؤشر مطلقا بأن هناك قدر عالي من الاحترام للحوار الوطني المتوقع من كل الأطراف أو من بعض الأطراف. شوفي، النخبة السياسية الآن، النخبة السياسية التي تقود عملية الحوار، هي أسيرة مفاهيم سياسية معينة. لعل أهم هذه المفاهيم، من صاحب القوة؟ هل هي الشرعية الثورية؟ هل هي شرعية الثورة أم شرعية الحوار؟ وهذه المشكلة. بماذا تنصحهم؟ أنا كقارئ من خارج مجموعة الحوار نفسها، أنا أنصح أولا بأن يكون الانخراط في عملية الحوار السياسي هو انخراط جاد، وألا يراهنوا على مثلا بعض الأطراف السياسية منخرطة في الحوار، ولكنها أيضا تلوح بعصا الاحتماء بالشرعية الثورية. وأنا أعتقد أن الشرعية الثورية أدت دورها، حتى الساحات التي فرضت أنا أعتقد المبادرة الخليجية على الأخوة الأحزاب المشاركة في الحوار أن توقف هذه الاحتجاجات في الساحات، أو على الأقل تعلقها وتتفرغ لمتابعة تنفيذ ما تبقى من المبادرة. يعني أنت مع إخلاء الساحات في الوقت الحالي؟ نحن الآن في حالة تهدئة، ونحن الآن في حالة تنفيذ مبادرة، ونحن الآن في حالة بناء وترميم آثار ما خلفته هذه الأزمة الطاحنة توقفت الحياة فيها. فأنا أعتقد يعني هل تعتقدي أنه الشباب الذين قدم لهم هذا الطعم بأنه استمروا في التظاهر لهدف طالما رأيته هزيلا وهو الانتقام من الرئيس وبعض أقاربه، ونسوا المشروع الأساسي وهو إعادة بناء الدولة وإعادة بناء الديمقراطية في البلاد؟ أنا أعتقد أنه على الشباب أن يتفرغوا وهم صناع التحول وصناع التغيير للانخراط في العملية السياسية من خلال مشروع، كما قلت ليس من خلال ثورة بلا بوصلة تمكن
الآخرين من استنساخ ديكتاتورية. جميل. وماذا عن شباب تعز؟ هل لديك رسالة محددة لشباب تعز؟ أنا أقول لشباب تعز بأنكم تصنعون التحولات بما تمتلكون من الحكمة ومن قوة الحجة، ولا تصنعون التحولات من خلال السلاح ومن خلال الفوهات البندقية، وأن هذا دخيل على سلوك وسمعة وتاريخ تعز. تعز تصدر القيم النبيلة والقيم الإيجابية، ولا يمكن أن تقلد غيرها من المناطق التي تحمل السلاح أو تجد في العنف خيارا لا بديل له. أنا أطلب من الإخوة في تعز أن يعتبروا وجود الأخ المحافظ الجديد فرصة تاريخية ويدعموا لتعويض تعز عما فاتها كفانا صراعا، وبالتالي علينا أن لا نتمترس وراء التعصب لهذا المسؤول أو ذاك، وأن نمكن المحافظ من اختيار طاقمه. وأطلب من الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يمكن الأخ المحافظ من طاقم أمني وطاقم إداري يستطيع من خلاله أن يحقق الاستقرار والأمن في هذه المحافظة التي عانت وواجهت كثير. طيب سعادة السفير، يبدو أن حلقة واحدة لا تكفي معك، ويبدو أن لديك الكثير من الأسرار والمعلومات التي تريد أن تحدثنا عنها بشفافية، لكن الوقت انتهى، فشكرا لك وعذرا إذا أغضبناك، لكن نحن في الأخير نسألك ونعرض ما يردده. أنت أغضبتني ولكنه غضب جميل. شكرا جزيلا. مشاهدينا نلقاكم في حلقة أخرى، كونوا معنا.